إهداء من وجيه العرب لمارسيلو جروهي. ييه وقعوا معاه مصاب وقالوا إنه غلطة يا راجل أحلى غلطة والله ما فيها أي ورطة. سكتنا كلنا ألجمنا كلنا ما في أي لاعب أو مهاجم يقدر يسجل ضدنا إلا بصعوبة يعتبر إنجاز في حضرة مارسيلو جروهي كلين شيت بامتياز. جبنا الحارس الأفضل في الدوري البرازيلي كان حارس المنتخب وقائد وبطل لاتيني ملك الحراسة والحراسة اتحادية حامل عرين الذهبي بالقفازات الذهبية. النمر مارسيلو جروهي ما في أي ندية بينه بين أي حارس في الدوري السعودي بكل جدية. تصديات في العرضيات النعلك البلنتيات قائد الحراس الأفضل بالإحصائيات قائد وكابتن بالخط الخلفي أي مهاجم بالنسبة له يعتبر مخفي. يا أخي شكرا يا مارسيلو أمان والله أمان دائما تتصدى لي أهداف حاسمة بكل مكان. من بعد جيت حجازي صار عندنا حاجزين حجازي مع جروهي صاروا كذا حارسين. من بعد مبروك زايد كنا ندور لقائد يدرك الحراسة ويتصدى وقت الشدايد. ثقة أثبت لنا إنه حارس عريق والله يا مارسيلو إنك شايل نص الفريق. يجي يا جروهي والله إنك وحش حتى في الهجمات القاتلة نهشتهم نهش طبيعي لأنك نمر تلعب وسط النمور دايما مستواك ثابت لعدة شهور. عالمي حارس نادي الذهب ورب عالمي حارس من ذهب لنادي الذهب هذا الآدمي قارع الكبار زي ريال مدريد نشب لهم في حلقهم في كأس العالم كل تعقيد. الحارس الأفضل في الدوري لأعظم نادي من وجيه العرب إهداء من اتحادي. ييه وجيه العرب.